انا بفرجيك يا عامر. اسمح لي لك. عفوا. انت واحد كذاب. اي نعم كذاب. وليش كذاب؟ الله لا يوفقك، ليش عملت بالحجار؟ شو بدي اقول للمعلم هلا؟ ايه يا سيدي كذاب مثل ما عم اقول لك، لانه الحكي اللي حكيت لي اياه كله طلع مو صحيح، قال متزعل انت واهلك قال. شفته الامراض؟ ايه شفته وحكالي. عن شو حكى له؟ هداك اولا، هذا ثانيا، يا سيدي الولد اللي ضربته ما مات، اخذوه على المستشفى وقطبوا له راسه المفجوج وعين الله عليه طلع مثل الفل. لك بربك عم تحكي عن جد؟ لك طبعا عن جد، لك انا عم بمزح. لك تسلم لي ربك، تسلم لي ربك على الخبريه. يا عامر حاجه ما. والشرطه؟ شو بها الشرطه؟ ما حدا بلغ عني للشرطه؟ ما بعرف، اظن لا ما حدا خبر. لك شو بتظن ما بتظن؟ لك ايه مراد بذات نفسه ما بيعرف، على فكره عمور مراد كان رح يجي معي لهون، مشتاق لك خير الله هو والشباب. لك يا الله شو مشتاق لهم كلهم انا، وخصوصي هذا ابو فرنسا شادي. ولمين كمان؟ بعرفها لك موظفة؟ أنا بعرفها لا والله ما بعرفها، بس حكالي عنا ابن الجمركشي. دخلك عمور شو اسمه؟ اسمه غادة. يا الله شو مشتاق لك يا غادة. لك بس كذاب، بتطلع 60 كذاب، جبتني لهون كرفتي مشان اقول لك انت فعلا كذاب. لك تسلم، لك يسلم لي عيلك على الخبرية وها هي صلحة. أنا جيب تعال استلم والله طلعت روحي. لا دخيل عينك عمل لك كمان مشوارين لأنه في عندي شغل ضروري. بس أنا كمان عندي دوام. هلا تأخر شوي شو بيصير؟ ولا هلا خليني أحسن منك زين. ليك هشام فرامات عم يزحطوها بدك تنتبه. يلا سلام. مع السلامة. كنت عم فكر لو نتغدى اليوم مع بعض شو رأيك؟ لا اليوم ما فيني. ليش شو عندك؟ ما بقدر مشغولة شوي. لوين؟ طالع؟ طبعا طالع. بعدين لو مالي طالع كرمالك بطلع طبعا. تفضل. بلاقيك هون، ليش ما رحت على الشغل؟ مالي مزاج مو جاي على بالي. شو هي ما عندي مزاج ومو جاي على بالي؟ امي شو القصة طيب؟ تحقيق يعني؟ ما بدي ما بدي. والله شو؟ ما بدك ما بدك؟ ايه؟ صبر جميل وبالله المستعان. باي علي. شو؟ شو باي وما باي؟ على وين العزم؟ لوين رايحة؟ إني تروح نتائج البكالوريا، بدي روح أشوف نتيجة عمورة وفرد مرة بدي أقوله على الجامعة. ها؟ وعلى الجامعة كمان؟ هي أمك بتبرمج لنا حياتها. لك تضربوا أنتوا هالحياة، فوضى بفوضى، يلي طالع طالع، ويلي فايت فايت، وكل واحد راكبه 100 جنيه. يا ماما طولي بالك، الله يرضى عليكي، شو بدنا اليوم؟ شو بدنا مو على بعدين؟ أنا بدي أمشي خاطركم. ميادة جيبي لي معك جرايد. ايدك على حقهم. فوتي خدي من البنطلون. يو تضربوا انتوا هالعيشة، ما بيقدر الواحد يحكي معكم كلمة، اوام بتهبوا بوشه. عدونا 200 ليرة. 200 ليرة؟ أنا قلت لك بدي جرايد اليوم مو جرايد الشهر. هلا لما كنا نبعت عامل على السوق ليجيب لنا شي شغله، ممكن نقول له بدك معنا اشتري بوزه؟ وانا بدي اشتري بوزه. يلا باي. لا تطولي.
بعدين؟ ما في شيء، شردت شوي. صدقيني أنا مغرور علي أكثر منك. أنا بشوف الطبخة. خلصنا عامر؟ اهلك مرعوبين عليكم شباب مشتاقين لك، وهي نجحت بالبكالوريا، شو استوطنت ببيروت؟ ارجع على الشام وخلصنا بلا مسخرة. ارجع؟ والشرطة؟ اخي ما في لا شرطة ولا هم يحزنون، القصة انتهت. لا ما انتهت، هذا أنت عم تعملها إنه انتهت من عندك. إذا أهلك بعتين لك خبر ارجع على الشام، شو معناتها؟ معناتها انتهت، شو أهلك ما بيعرفوا مصلحتك يعني؟ مصلحتي؟ ليش أنا نفسي بعرف وين مصلحتي؟ ما بعرف، شو بدي أقول له هلا لابن الجمركجي؟ والله ما بعرف يا الله. طيب مر لعندي بعد يومين بركي كون ان شاء الله توصلت للنتيجه. ماشي، ومشان تسجيلك بالجامعه. جامعه يا حبيبي، هذا اذا طلع لي جامعه ما بعرف، قالوا له بجوز يطلع لك هيك شيء فرع بالجامعه. لك اخي بعدين ما اشتقت لها لغاده. حظي شو بعمل؟ ما الدنيا حزوز. هداك اليوم وقت قلت لي امشي نتغدى سوا، قلت لحالي يا بنت شو بدك فيه؟ هذا واحد متجوز، لذلك صرت اتهرب منك. بس ما قدرت، حسيت حالي بدي اشوفك. كان ناقصني انت. انت معقتيها شوي زياده، يمكن رجالي كان متجوزك معقدك من الرجال. لا والله، بقصد بالعكس، كان يحبني كثير. وانت؟ انا شو كنت تحبيه؟ اصبح ليش طلقته؟ اهله ما بدهم يعني، ضلوا يوزوا على راسهم، ما بيحبوني. بعدين؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ يعني هو هلأ وينه؟ سافر، عنده قريبين بالبرازيل، سافر لعندهم. وانت ليش ما رجعتي لعند أهلي؟ أهلي؟ أهلي كمان ما بدهم ياني، إخوتي. قال شو؟ تجوزتي غصب عنا، روح ارجعي وانت رح ما كنت. وانت ليش تجوزتي غصب عنهم؟ أبي كان موافق، بس إخوتي مو راضيين، ما بحبوه، من زمان ما بحبوه. ومن حظ الزفت إنه أبي عطاك عمره، وإخوتي لهلأ ما راضين ينسوا ولا راضين يسامحوني. والله سكرت بوشي، ولولا إنه حرام كنت قتلت حالي. شو تركي حالي؟ لك مو بس حرام، ألف حرام. لك شو أنت مستخفي بحالي؟ هالوشي الحلو هاد وهالجمال كله، ولك أحسن رجال بالدنيا بيتمناكي، شو مفكري حالك شغلة قليلة أنت؟ روحك الحلوة بالمكفأ.